مرحبا، وجهتم لاستشارة وراثية بسبب زيادة في كمية ماء السلة المحيطة بالجنين. خلال الدقائق القريبة سوف نوفر لكم معلومات عن هذا المعطى، تأثيره والخيارات المطروحة أمامكم. خلال الحمل يتواجد الجنين في بيئة مائية في كيس الرحم. الجنين يشرب هذه المياه ويفرزها عن طريق جهاز البول إلى الكيس مرة أخرى. خلال فترة الحمل يتم المحافظة على كمية المياه المحيطة للجنين بشكل متوازن بحيث يتناسب مع احتياجات نموه. الأطباء المختصون بفحوصات الألتراساوند هم الذين يحددون وبحسب معايير طبية متفق عليها متى تعتبر الزيادة في كمية الماء المحيطة بالجنين نتيجة غير سليمة. في أغلب الحالات نتحدث عن وضع عابر، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الجنين معافاً. أما في حالات أخرى فإن هذا المعطى قد يعكس وجود مشكلة صحية عند الأم أو عند الجنين نفسه. ما هي المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة ماء السلة؟ يمكن أن تكون مشكلة صحية عند الأم، على سبيل المثال وجود مرض السكري، ولذلك فإننا نوصي أن يتم معاينة وفحص هذه المسألة بالعيادة الخاصة بمتابعة الحمل. خلل في وظيفة المشيمة وهو عامل آخر يرتبط بزيادة المياه المحيطة بالجنين، لذلك نوصي بإجراء فحص ألتراساوند لفحص مبنى وعمل المشيمة. بالإضافة إلى ذلك، زيادة كمية ماء السلة يمكنها أن ترتبط مع العديد من المشاكل الصحية عند الجنين. الاحتمال لهذه المشاكل يقدر بنسبة 10% من بين حالات الحمل. في حالات الحمل التي يكون فيها مشكلة لدى الجنين، عادة تظهر كمية المياه الزائدة على مدار كل فترة الحمل مع إمكانية أن تزداد سوءا، وكلما زادت نسبة المياه المحيطة للجنين يزداد الاحتمال لوجود مشاكل طبية عنده. سوف نزودكم بشرح عن بعض من هذه المشاكل الصحية عند الجنين. أولا، خلل في الجهاز الهضمي، وبالأخص وجود انسداد يمنع عبور السوائل من خلال الجهاز الهضمي العلوي. هذا الانسداد يسبب ضعفاً في القدرة على البلع، ونتيجة لهذا تتراكم كمية كبيرة من السوائل في تجويف الرحم. ثانياً، خلل في جهاز الكلى وجهاز البول، مما يؤدي إلى إفراز غير متوازن للسوائل. مرض وراثي باسم بارتر هو أحد الأمثلة على ذلك. ثالثاً، إصابة في جهاز العضلات كإصابة العضلات المسؤولة عن البلع. هذه المشكلة في العضلات قد تنتج بسبب خلل في عمل الدماغ والجهاز العصبي أو مرض آخر في العضلات نفسها. قائمة الأمراض في هذه المجموعة طويلة جداً، وأحد الأمثلة لهذه الأمراض هو مرض يدعى SMA. إنه مرض وراثي صعب يسبب ضمور العضلات، وهو منتشر في كافة فئات المجتمع وينصح بإجراءه للجميع. رابعاً، ارتفاع في كمية المياه المحيطة بالجنين يمكن أن تدل على وجود خلل بالمادة الوراثية الكروموزومات، ومثال على ذلك متلازمة داون وغيرها. ما المقصود بمشاكل في المادة الوراثية الكروموزومات؟ المادة الوراثية الخاصة بنا تتواجد في كل خلية من خلايا جسمنا في تركيب خاص يدعى الحامض النووي الDNA. الDNA ينتقل من الأهل إلى الأبناء، وهو يحتوي على مواد مسؤولة عن تحديد صفاتنا مثل لون العينين، فصيلة الدم، وصفات وراثية عديدة أخرى. الDNA موجود في مبنى خاص يدعى الكروموزوم، ولكل إنسان معافى يوجد 23 زوجاً من الكروموزومات، أي 46 كروموزوماً بالمجموع. لكل إنسان يوجد نسختان من كل كروموزوم، واحد انتقل من الأب والآخر من الأم. تغيير في مبنى الكروموزومات يسبب مشاكل صحية، على سبيل المثال متلازمة داون. بمتلازمة داون هنالك 3 نسخ من كروموزوم رقم 21 بدلا من أن يكون 2 كما هو في الوضع الطبيعي. لأطفال مع متلازمة داون يوجد تفاصيل وجه مميزة ومشاكل صحية إضافية، منها تأخر في التطور، تأخر عقلي، تشوهات خلقية بالقلب وغيرها.
هنالك خلل وتغيرات في كروموزومات أخرى. هذه التغيرات يمكن أن نشخصها بمساعدة فحص خاص يدعى بالعبرية ديكات شفاف سيتوجيناتي. ينصح بإجراء هذا الفحص خلال الحمل. ما هو هذا الفحص؟ في اللغة الأجنبية يدعى CMA، وهو عبارة عن تكنولوجيا متطورة تساعدنا على تشخيص نقص أو زيادة في المادة الوراثية. كيف يمكننا الحصول على عينة من الجنين دون أن نسبب له ضرراً؟ عن طريق إجراء فحص ماء السلة أو ما يسمى بالعبرية نيكور ميشافير. هذا الفحص يمكن إجراؤه من الأسبوع 16 للحمل. الاحتمال للإجهاض من هذا الفحص يصل إلى نسبة حتى 1 إلى 400، بمعنى أن هناك فحص واحد من كل 400 حتى 1000 فحص يمكنه أن ينتهي بإجهاض. كيف يمكن إجراء فحص ماء السلة؟ يدخل الطبيب إبرة عن طريق الرحم إلى كيس السلة. تتم هذه العملية بمساعدة الألتراساوند. يتم سحب كمية صغيرة من ساء السلة. في داخل هذا السائل تتواجد خلايا الجنين، وفي المختبر يتم إخراج المادة الوراثية الDNA، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة عليها. ما هي المراحل بعد إجراء الفحوصات الوراثية؟ هذه الخطوات تتعلق بنتائج الفحوصات الوراثية وبقراراتكم. إذا كان فحص CMA عند الجنين سليماً، فإن هذا لا ينفي إمكانية وجود مرض وراثي عنده، والذي لا يمكننا تشخيصه بواسطة هذا الفحص. مثال على ذلك متلازمة وراثية ذكرناها سابقاً باسم متلازمة بارتر. في حالة وجود نتيجة غير سليمة في الفحوصات الوراثية عند الجنين، فإن الأهل يحصلون على شرح عن العواقب الطبية ويقومون باتخاذ القرارات بالنسبة لمصير الحمل. يمكننا إجراء فحوصات وراثية أخرى كثيرة على عينة الDNA الخاصة بالجنين بمساعدة تكنولوجيا متطورة تدعى Next Generation Sequencing أو باختصار NGS. حتى الآن لا يمول هذا الفحص من قبل سلة الخدمات الطبية، وإذا قرر الزوجان إجراء هذا الفحص فيتوجب عليهم تمويله من حسابهم الخاص. مع هذا فإن الفحوصات لا تضمن ولادة جنين معافاً، ولهذا يتوجب عليكم الحصول على شرح طبي حول الاحتمال المتبقي لولادة جنين مع مشاكل صحية والخيارات التي أمامكم. في النهاية، في حالة الحصول على نتائج غير سليمة إضافية خلال فحوصات الحمل، ننصحكم بالتوجه إلى استشارة إضافية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. طاقم المركز الوراثي، المركز الطبي هعيمك، عفولة.